رحب بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجنا. اليوم ويانا شاعر ألهم الشباب، شاعر أنا شخصيا كلش أحبه، عنده قصائد عظيمة، ويانا الشاعر الشاب الحشاش أموري. تفضل أموري، أهلا وسهلا بك حبيبي فدوى قلبك. سعيد جدا بوجوده ويانا حبيب قلبي. أهلا وسهلا بك عمري، قلبي خردة بمحفظتك أنا والله. الله يخليك. الله يخليك عمري قلبي. الله يخليك حبيبي. بالبداية نريد نعرف ليش تأخرت علينا، هاي الجماهير كلها منتظرتك. والله العظيم يا جماهير الله يخليك يا جماهير، هي بس قلت لها لأمي أنا رايح لقاء واحتمال من اطلع ادير على مسلسل تركي متابعته، وابن خالتي قال لي وين رايح؟ قلت له رايح على جبريق وجهي يا واسع. لا 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 اكيد يعني انت ماكو داعي للمجامله. آه لا 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 اكيد انت شاعر مهم حبيبي وشاعر كبير. خرده بمحفظتك انا. الله يخليك الله يخليك. بالبدايه عمري انت انطينا شيء عن الوطن. يعني ايش كم كيلو تريد انطيك؟ يعني شنو انطينا شيء استاذ؟ يعني سمعنا شيء عن الوطن هيجي آه من أي طريقة. أي بالبداية أنا ما مصدق إنهم التقيت، يعني عذرني إذا صار عندنا خلل. خردة بمحفظتك أنا. الله يخليك. بس ما تحس ضحكتك مبينة كذي بي. لا أنا مقدم برامج لازم أجامل. حبيبي قلبي نسمع شيء عن الوطن. حبيب قلبي. رايد أشرب، رايد أشرب الشرب كلش ثقيل، هيش كون الطاطع يخليني. كات 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 كات. لا ليش أموري؟ ليش ليش احنا نحبك؟ لا 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 برنامج عالي والوالدة قاعد تتفرج هسه حبيبي. حتى بعد ما داير على مسلسل التركي عمري انت خذها بمحفظتك انا والله العظيم. بس يعني ترى يعني متداين من اصدقائي. الله يجزاك خير. خلنا نسمع شيء عن الوطن يلا. آه آه. يلا نسمع. خذها بمحفظتك تدلني. حبيبي حبيبي. رايد اشرب بالشرب كلش خفيف، هيش كون ما الطوطح يخليني. نقدر اليوم ما نشرب اصلا؟ لا قدام ناس. لا 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 بس الضحكه مالتك شويه، بس الضحكه يعني جامله لازم اجاملك يعني استاذ ترى يعني بيق واحد ما ياثر. لا 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 قدام العاله. لا 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 خرده بمحفظتك حبيبي انت. نسمع شي عن الوطن. بعد ما اشرب لين هذا المذيع يقول لي عيبه أبد ما يخليني. استرتاحيت يعني زين أموري ممكن. لا 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 مريد تعكر مزاجك ويانا ويانا مفرفشين نضحك. نقدر إحنا نسمع قصة لقصيدة أثرت بيك. أول قصيدة كتبتها ب2010. الله لا استاذ انا بعد ما نكمل القصه يعني. اوكي جاملت بالضحكه عبرتها بس بالسالفه يعني. ها اوكي اوكي اذا ممكن يعني. الله. انا ب 2010 تعرفت على وحده بالفيسبوك. هاي معاناه كبيره. الله الله. دزيت لها رساله. ايش قلت لها؟ الرساله تقول اجمل حب الذي ياتي اثناء بحثنا عن شيء اخر. من الأخير ممكن نتعرف. جاوبتك هي؟ جاوبتك مو؟ جاوبتني ورا سنتين يعني بال2012. بال2012 جاوبتني. الله على الإخلاص. الله الله. أنت أنت أكيد هنا بكيت يعني. لا بس قلت لها هنا أنا بهاي السنتين حتى شخصيتي تغيرت يعني. يعني اشتريت سبلت الغرفتي. تكبرت على أصدقائي. قمت أنت مصرف لأمي 5.5 مليون يعني. تغيرت حتى. يعني 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 صارت علاقة بيناتكم. علاقة دامت 5 سنوات بالفيسبوك. نزل البث مباشر بالفيسبوك وأنا بعدني أحبها. نزل الستوري بالإنستغرام وأنا بعدني أحبها. نزل الفلتر مال ورد بالسناب شات وأنا بعدني أحبها. علاقة حب عميقة جدا يعني. أنت خلال هاي الخمس سنوات شفتها؟ يعني شفت بس تك واحد من عندها. جد كان قياسه؟ 42. لا يعني أقصد ليش ما شفت التك الثاني؟ هي قالت لي التك الثاني إذا تريد تشوفه جيب الوالدة وتعال خطبني. وانت اكيد هنا أنا اخذت الوالدة ورحت. حالي حال اي شاب متعقل يعني. اخذت الوالدة ورحنا. صار طبت الوالدة للبيت مالتهم. طبت هي البنية شايلة شربت. يعني شافتها الوالدة اغمى عليها لحد الان بالمستشفى. وشنو سبب الوالدة اغمى عليها؟ يعني بالقصيدة راح تعرف شنو السبب يعني. وانا بهاي الفترة يعني لميت روحي قوة كنت اشتغل بقراج. هو هنا السؤال انت ليش قررت تتزوج؟ يعني شان عندك حاله ماديه امكانيه؟ لا والله يعني كنت اشتغل بجراج يعني كلش معفن ووسخ يعني. الله لا الله. لا الله يعني جراج يعني وسخ ومعفن. ما قلت لك جراج بالعرصات حتى تقول. اه اي صح صح اي اي الله. انت انت القصيده كتبتها بهذا الجراج المعفن؟ بالضبط بالضبط. الله نقدر نسمعها؟ يعني بعدك مصر على الله. اه خلينا نسمعها. وجهك يذكرني بايام الجراج المعفن نفسه. بالضبط بالضبط. وحظي
وحظي الاخبر جابني ودق بابك. المنطقه تحلف براسك انت تقول طلعوا يحلفون بس بشاربك. ولك سامعه بجبار ابو الكي السمين. اها منو هذا جبار؟ لا انا ما ادري اعرفك على اصدقائي بالمنطقه استاذ هاي قصيده. ايه اسف اسف كمل. سامعه بجبار ابو الكي السمين بي انوث اكثر اذا قارنت بيك. ولك وسامعه بسلمان ابو الغاز الطويل. هذا صديقه جبار؟ استاذ شعليك انت صديقه ابن عمك قرايبه شعليك بالقصيده راح تعرف. اسف اسف اسف. شنو شلون عالم؟ ولك سامعه بسلمان ابو الغاز الطويل صياحه يم صوتك احس كلش هدوء. غشمك المفروض ما يضل بالعراق والله بس يقدمي من حول جوا. الله 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 الله. ولك ماكو حفافه قريبه وعدها خيط؟ اكو عندكم؟ لا استاذ ورا فرعين من بيتنا استاذ خلي اكمل القصيده. اسف 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 اسف. ماكو حفافه قريبه وعدها خيط ولك عوفي وجهك عوفي عم عوفي حفي بس رجلك وديك. الله. انت طولك ربع متر وبيج ريش. انت طولك ربع متر وبيت شنو؟ ريش ريش. الله الله عليك. الله. وبكل صلافه طلبت من عد الزواج. نفرض تزوجنا بس عد سؤال. اي تفضل تفضل اسال. نفرض تزوجنا بس عد سؤال. محرج السؤال ده محرج تقوله تفضل. نفرض تزوجنا بس عد سؤال. اي اسال عاد. يعني اذا خلفنا شنو نخلف دجاج؟ بس فهميني. الله 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 الله, الله. خرده بمحفظتك. الله الاداره والله بس عمري اسمح لي حبيبي. الله بصمه بتليفونك. الله الله حبيبي. اه اي اوكي 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 قوم خلينا نطلع برا. طب دوانا خلينا تفضل. اي والله حبيبي تفضل. خرده بمحفظتك. لا 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 خرده تفضل. مهنه مستقبل المهني. تفضل حبيبي. الله يخليك.